لا شك أنه إحنا أمام تحدي ليس بعيدا عن التحديات السابقة. لاحظ هناك تراتبية في استهداف سيادة العراق، ابتدأت في تنظيم القاعدة الذي شكل تماسا لاستهداف شريحة اجتماعية كان يستهدف الشيعة. بين القاعدة وبين داعش تحول المسار إلى استدراج القطعات العسكرية للقتال في المدن استهدافا للسنة. الآن المعادلة تكمن خطورتها في أن المرحلة القادمة سيتحول إقليم كردستان إلى نقطة صراع إقليمي، وبالتحديد تركي إيراني. الذرائع الحاضرة ما عادت مقبولة وقابلة للتسويق، لا البيكيكي عادت ذريعة مقنعة إلى الأتراك في تدخلهم في العراق، والدليل التخطي الجغرافي لوجود البيكيكي في بعشيقة. في بعشيقة لا توجد بيكيكي. والآن إحنا نتحدث عن ضربات في إيران، أنا أجزم لك أن هذه الضربات بعيدة كل البعد عن المعارضة الإيرانية، لأنه الكومالة أساسا هم من حيث البعد الأيديولوجي هم شيوعيين، ومراكز تواجدهم في السليمانية، لا يتواجدون في هذه المناطق في دكان ولا في دهوك ولا في أربيل. الديمقراطيين، المعارضة الديمقراطية هي معارضة ألقت السلاح منذ عام 1996 وألقتها من جانب واحد، فإذا كان هناك معارضة فهي معارضة رأي، ومعارضة الرأي لا يرد عليها بالمدفعية. فضلا عن أسلوب المدفعية المستخدم، هو استهدف مناطق نائية، مناطق غير مأهولة بالسكان، مناطق زراعية، يعني هي وإن كانت مستثمرة ولكنها مستثمرة زراعيا، والنيران كانت نيران يطلق عليها بالنيران غير المباشرة. يعني إذا كان المبرر استهداف مراكز القيادة لهذه التنظيمات فممكن أن تكون بالنيران المباشرة، والفارق تعبويا بين النيران غير المباشرة والمباشرة أن النيران المباشرة تستهدف هدفا بعينه، في حين النيران غير المباشرة الغاية منها، وهذه هي أسس المخاطر التي يجب أن تقرأ من صانع القرار السياسي، الغاية منها دك جغرافيا معينة برشقات عشوائية الغاية منها تليين الهدف تمهيدا للهجوم. فلا نستبعد أن يكون هناك تقدما إذا استمرت عمليات القصف، لأن هذه قضية عرفا في البعد التعبوي واضحة جدا، أنه عندما تستهدف منطقة في المدفعية أنت تمهد لتليين الهدف ومن ثم الاندفاع باتجاه التقدم. ولا نستبعد في هذه المرحلة اللي بالحقيقة فيها معادلات كثيرة، أولا ما الضغط الحاصل في الجبهة الداخلية في إيران، والذي وإن سكن لبعض الشيء ولكن واضح جدا أن هناك نقمة جماهيرية خارجة عن السيطرة. ثانيا هناك تعثر ويكاد يكون إنهاء للحوار في فيينا ووئد لإعادة إحياء اتفاق 5+1، مما يرفع من منسوب الإحباط لدى الرأي العام الإيراني، على اعتبار أن المعاناة ستستمر وهي ليست بسقوف محددة، وإنما خسروا مسألة الضوء في آخر النفق الذي كان يمثل لهم بارقة أمل في إيجاد اتفاق وتسوية دولية مع إيران للعودة إلى الحياة الطبيعية، وهم يعانون من ضنك العيش بشكل كبير جدا. الأبعد أنه حضرت قضية توازنات الطاقة ومنظمة غاز الشرق المتوسط التي هي غير مقبولة من قبل تركيا ولا من قبل إيران، وزيارة الرئيس بشار الأسد لم تكن زيارة عابرة إلى الإمارات، وموقف الإمارات من أحداث أوكرانيا أيضا موقفا يجب أن نقف عنده على مستوى عالي من التحليل. الإمارات الحليف استراتيجي للولايات المتحدة والتي هي جزءا من المنظومة الخليجية تقف مع روسيا بعكس المتبنيات التي تتبناها الولايات المتحدة في أوكرانيا. لماذا؟ لأن هناك رغبة في تشكيل خارطة طاقة جديدة يحضر فيها الغاز كفاعل مؤثر في توازنات صراع الطاقة، من المحتمل جدا أن يمر عبر سوريا، وإذا تم تمريره عبر سوريا فمعنى ذلك أن التسوية الروسية الأمريكية ستأخذ شكلا آخر، ستخسر تركيا
معابر الطاقة بشقيها البترول والغاز من إقليم كردستان، ثم قد تمهد هذه القضية لاندماج، إن لم نقل اندماجا استراتيجيا فهو اندماجا تكتيكيا، بين إقليم كردستان سوريا وإقليم كردستان العراق، الذي يشكل هاجسا ويرفع من منسوب المخاوف من إقامة دولة كردستان الكبرى. لا سيما أن احنا نتحدث عن دولة إن تحقق هذا العبور الاستراتيجي لمعابر الطاقة بين الإقليمين، إقليم كردستان العراق وإقليم كردستان سوريا، فنحن على اعتاب دولة تمتلك إطلالة بحرية، تمتلك موارد ومقومات الدولة، ولا تحتاج فقط إلى قرار دولي بتحقيق المصير. وإذا طيب تحقق ذلك جميل جدا سيد أحمد، تركيا متضررة وإيران.